تعالوا نعمل الحلو بتاعنا بسرعه كده وعاملينه من باقي امبارح. ايه هو باقي امبارح ده؟ الخشاف اللي احنا عملناه، بس احنا كنا مدلعين الخشاف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا كنا حاطين له موز وحاطين له فراوله وحاطين له تمر، وعندنا الجوز الهند والزبيب، وحاطين له القمر الدين، كل دوت في الخشاف بتاع امبارح بالشكل ده. كلنا اللي كلناه والباقي كله موجود اهو. هبدا ان انا اخد ده كله كده في الخلاط بتاعنا الجبار. تكت زرار واحده كان عندنا احلى صنف. والله يا ست الكل، عايزه تاخديه عصير كده ماشي، ما عنديش اي مشكله. عايزه تعمليه زي ما انا ما هعمله دلوقتي، اروح حطاه في الخلاط في الحله واعمله مهلبيه، اللي انت عايزاه. التقل بتاعه ما شاء الله، بص كده معايا، بصوا كده شايفين مقاديرنا بتقول ايه في مهلبيه الخشاف، مشروب الخشاف اللي احنا عملناه امبارح. وعندي نشا وكريم شانتيه، هتشوفوا ان انا حطيت ثلاث ارباع الكميه. هاخد كده النشا اهي، لازم تتدرب على البارد. هروح حاطه الكريم شانتيه وحاطه النشا، واروح حاطه شويه من الميه لان هو اصلا تقيل بالشكل ده كده، ولسه هيتقل علشان النشا والكريم شانتيه اللي احنا حاطينه.